واحدة ضربت ابنها لغاية ما مات، واحد قتل أبوه وأخوه، وأخيرا واحد سم عمه عشان يورثه. قلت طب بتقولي اللي بتقولي لنا الحاجات الوحشة دي ليه؟ بقول لكم الحاجات الوحشة قوي دي ليه، لأنها مش ظاهرة مرة أو اتنين أو تلاتة أو أربعة. فكرة إنك تقتل حد من دمك، ضناك، أبوك، أخوك، عمك، من دمك يعني، أنا مش عارفة دي علامة من علامات يوم القيامة، ولا إحنا فعلا تجردت من قلوبنا الرحمة. تعبنا قوي، وإزاي قلنا إزاي داعش تذبح كده؟ طب ما في واحد بيقتل أخوه. عارفين أنا بحس بإيه؟ بحس إن بالوقت كده الآدمية بدأت تندثر، وبقى في حيوانية شوية، شهوة إني آخد الفلوس، إني آخد الشقة، إني آخد مش عارفة إيه. ما الفقر، الدولة عشان فقيرة بتعمل كده. في ناس بره عايشين في الشارع مبيعملوش كده، وفي ناس عايشين يعني مقضيينها بدقة وحامدين ربنا جدا، وفي ناس ما بقوش ناس. ايه اللي عمل فينا كده؟ فكر مرة واتنين وتلاتة واربعة قبل ما تفكر في الفلوس، فكر مرة واتنين وتلاتة واربعة قبل ما تأذي حد. انا عارفة ان احنا عندنا نسبة جهل شديدة جدا في مجتمعنا، انك ما تعلمتش تقرأ ولا تكتب، ما دخلتش مدارس، عشت في الشارع كتير وتلطمت واشتغلت، ده هانك وده اداك على قفاك وده ما قدركش، لقيت نفسك طالع من غير ولا عيلة ولا جاه ولا فلوس ولا شقة ولا اي حاجة، وبتحس انك ضايع وعايز تعمل اي حاجة عشان توصل. والله العظيم اقسم بالله حاسة بيك، بس صدقني الحل مش الأذية، الحل مش الأذية، الحل ان انت تنوي انك تغير حياتك وتبتدي السلم من الاول، تشتغل اي شغلانه مهما كان فلوسها قليله ومهما كانت مش عاجباك، وصدقني والله العظيم هتوصل اللي انت عايزه لو سلكت الطريق الصحيح، ولو صممت تمشي صح مع ان كل اللي حواليك غلط وكل ظروفك غلط. والله العظيم ربنا هيرزقك، لان هو اللي رزق غيرك. ومش كل الناس الاغنياء ولا رجال الاعمال اللي انتوا شايفينهم دول اتولدوا كده، ده في ناس منهم كانوا بيشتغلوا شغلانات حقيره جدا جدا جدا. صدقني امشي في الطريق الصح. لو واحد جه غواك وقال لك تعالى يا عم نطلع على الدائري نثبت عربيتين ثلاثه وناخد منهم اللي في جيوبهم ومحدش هيشوفنا، تعالى يا عم ناخد المكنه بتاعتنا كده ونتمشى كده على الكورنيش ناخد موبايل ولا بتاع، ولا مش تبقى راجل، مش هتبقى راجل، وعمر الفلوس دي ما هيبقى فيها بركه ولا هتبقى حلال ابدا، ولا هتنبسط بيها ولا هتصرفها بـ 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 بطريقه تمتعك. والله العظيم صدقني، لأن ربنا عمره ما بيرضى على الغلط، وربنا هو اللي بيرزق. صمم انك تمشي صح، ولو ربنا ما كرمكش ابقى انا يا سيدي اوحش ست في الدنيا. اسمع بس كلامي وامشي ورايا، والله العظيم ربنا هيرزقك في اي حته انت فيها، لان في الاخر رزقك هيوصلك في اي حته وباي طريقه. سمى عمه عشان يورثه. تعالوا نشوف مع بعض. أشرف. نعم باشا. احكي لنا كده عن علاقتك بعمك كانت عاملة ازاي؟ عمي أنا باشا طول عمري قاعد متربي معاه في المزرعة. تمام. من انا صغير هو اللي مربيك يعني؟ بس حضرتك في يوم رحت سافرت اروح اشوف الطلب بتاع الوظيفه بتاعتنا في المديريه في الوزاره في مصر. مديريه ايه؟ الوزاره قصدي باشا. الوزاره في مصر. تمام. بس حضرتك رحت اشوف الطلب بتاع التعيين جو لسه قال لسه، رجعت قعدت بتاع يومين تاني في البيت وضع بالك، ورحت بعدها بيوم المزرعه قعدت وضع بالك اليوم. المزرعه دي كانت ملك لعمك؟ ايوه باشا. تمام. هي تبعنا احنا. بس حضرتك رحت هناك قعدت يوم كامل واخد بالك، وبعد كده ايه روحت. ثاني يوم قعدت لغايه اخر النهار.
بس دخلت عند الباب جوا بخبط ما رضيش يرد. دخل المفتاح بتاعت الشقه طبعا من برا عندي يعني ما فيش حد غريب بيخش جوا يعني. بس فتحت الباب لقيته جوا واقع على السرير. وخذ بالك انه هو عنده كذا مرض يعني. عنده البروستاتا وعنده الكبد وخذ بالك وعنده برضه الكليه برضه وعنده سكر اسمه سكر عربي برضه معاه. فبصحي فيه عادي يعني كالعاده. انا عامله ده في البيت؟ اه انا عامله نايم عادي يعني. فبصحي فيه وخذ بالك ما لقيتش اي فايده فيه. البيت ده قريب من المزرعة عشان يعني بتاع باشا يعني ساعة لربع مشي كده ماشي. اه باشا. اه بس تمام. وبعدين بس قعدت صح في وضع بالك ما رضيش يتكلم خالص. طبعا انا معايا احمد ابن ده هو ايه يعني متشكلين مع بعض على طول. انا هو انت دخلت لقيته ميت؟ اه ده انا حاولت اشوف النبض الاول يعني. يعني كان عشان كان واخد فكره عشان انا ايام الوظيفه طبعا واخد فكره عن قصه النبضات والاسعافات والقصه ده في الشغل. طبعا احمد كنت انا متشاكل معاه كذا مره يعني. احمد ده اللي هو ابنه الوحيد يعني. ده كان ديما ايه بيعرضني انا في اي راي يقوله عمي عشان انا قاعد معاه. هو لا هو قاعد في صهاج ويروح اي مكان كده واخد بالك. فاي راي يقول عمي انا ممكن ايه اقول له لا ممكن اقول له ايوه. طب انت اتصرفت ازاي وقتها لما لقيته؟ حضرتك طبعا احنا معاه مشاكل. كان ضارب واحد من بلد جنبينا اسمها الشاعر قبل كده. الكلام ده من قيمه 4 سنين أو 5 سنين. وجهنا اتحبس 6 شهور وطلع براءه. خد يخلق سبيل لان كانت حادثه في الليل. بس حضرتك فانا ما اعرفش ايه القصه يعني. فطبعا من الخوف انا واخد بالك لان كله عارف ان انا في المزرعه واخد بالك. فحصل ان انا كحت له كحت كده ورحت حطه فيه خلاص. مشيت ازاي مسافه ساعه الا ربع وانت شايله؟ لا باشا ده من بيتي انا للمزرعه ساعه الا ربع. طب من بيت عمك اللي انت لقيته ميت في قد ايه مسافه؟ ما احنا كلنا في المزرعه. هي فيلا في 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 المزرعه اساسا. بيت المزرعه يعني. المزرعه والبيت واحد ساكن فيه هو. بس حضرتك هذا كل اللي حصل. شلته؟ يا هو تقيل. شلته. في حد شاله معاك ولا شلته؟ لا بس حضرتك خفت احسن يجي مثلا ابني عشان هو ديما بيعرض معايا واخد بالك وكده يعني. قلت هو هيهتم انا فيه اكيد هيهتم انا فيه عشان هو ايه عاوزني اطلع من المزرعه باي موضوع. لانه كان في موضوع اثار هو كان جايب يا معه شيوخ وعمال يلف لي في المزرعه ويقول لي ده في اثار هنا. قلت له يا احمد كده غلط. لو حتى لو في اثار حقيقي وطلعت المزرعه هتبوظ. هتبقى كده كردون اثار وهتضيع المزرعه مني. بس فهيدي كان مسبب بيننا مشاكل. هو والكلام ده قلته قدام احمد بمجدنا. انت حفرت الحفره ودفنته فيها؟ تمام باشا. طب ليه ما حاولتش تبلغ؟ لا ما انا جيت الصراحه ان انا ابلغ. جيت ان انا ابلغ. وجا معي احمد. بس حضرتك جيت هنا ورحت قايل لاحمد بمجدي على جنب. طب هو عمك كان بيبقى عنده فلوس كتير حاططها في البيت او لا؟ ده بالذات هو في موضوع المصاريف ده ما وحش خالص يعني. وحش موضوع المصاريف؟ حتى مع ابنه برضه. وكان بيعاملك برضه في موضوع الفلوس بطريقه وحشه؟ لا باشا صراحة ده. انا اساسا مرتاح اصلا يعني. بس انا قاعد معاك ايه يعني كشركه في الارض وكده يعني. بس ولو سالت عليه في البلد حضرتك انا اساسا سواق مقاول لواد روح حفارات اساسا يعني. طب برضو احنا برضو عايزين نعرف انت ليه ما بلغتش؟ ليه رحت حفرته ودفنته على طول؟ ما انا خفت حضرتك. قلت كده انا هقول لاحمد ابنه. خفت من ايه بدل انت مش عامل اي حاجه؟ ما انا من احمد ابنه. لو جاء احمد الموضوع ده هو اشرف هو اللي عمله. ليه؟ من كثر التحدي اللي بينه وبينه ومن كثر ما بمانعه في كذا حاجه في المزرعه يعني. من ضمنه كان عاوز يبني عماره والارض دي اساسا ارض يعني نصها بالضبط ارض حكومه. طب انت كان في خلافات بينك وبين عمك؟ لا باشا ده يمكن هو ربنا اكرم من ابوي. والتحريات كلها حضرتك اللي حوالين البلد كلها قالت اشرف انا مش على الموضوع ده. ليه؟ انا قاعد من مصغر من انا وطفل يعني. اسمي لك طوبه في المزرعه. طب هو مات ازاي؟ ما ادي السبب. ادي السبب اللي خلاني انا خفت يعني عشان اقول انا لو كان ضرب بالنار وانتهمت الجماعه مثلا اللي هم خصوماتهم وممكن يكون موتوا باي حاجه ثانيه مثلا يعني. لان ضرب النار في التار ده معروف. لا ده العيله الفنيه معها تار مع ديك وهو ده اللي ضربه بالنار. لا ممكن موتوا باي حاجه ثانيه. ممكن موتوا بسم، ممكن موتوا بخنق، خد بالك، ممكن موتوا باي حاجه ثانيه عشان ما اتهمش هو فيه. وللاسف جت فينا القصه. وانت اللي قلت لظباط المباحث عن مكان الجثه؟ لا احنا رحنا ندور يا باشا. رحت تدور انت ومين؟ رحت انا واحمد مجدي وشادي بالسمان، خد بالك. دخلنا الحوش. طبعا الحوش ده عندنا فيه بهايم
طبعا انا متعود على مكان مثلا زي كده مثلا ماشي يعني مكتب زي كده مثلا متعود ان المقلمه دي هنا او الفنجان ده هنا لما ارجع الاقي حاجه ظاهره جديده لازم طبعا انا ايه هلاحظها بس فانا ما كنتش متكلبش لان ما كنتش انا متهم ولا حاجه في قصه القارص قعدت ادور معاهم فبقول لهم يا جماعه ازاي بتدور معاهم وانت اللي حافر وانت ودفن ما انا باشا ما لسه ما حدش اتهمني في الموضوع اساسا احنا مش حوار اتهام انت دلوقتي انت اللي حفرت ودفنت تمام بس لغايه دلوقتي ازاي بتروح بتدور معاهم انت ليه ما جيتش قلت ان هو مدفون في الحته دي انا خدتهم يا باشا عشان كده خدتهم عشان ايه عشان كده عشان كنت هندور وكنت اجيبها بطريقه ثانيه لان هلبسها اظن بس المهم رحت عند حته كده غريبه ضد بالك فيها شويه تراب عليهم قلت له يا احمد بيه المكان ده شكله غريب جاب العساكر وهو قاعد او مش عارف او اتنقل بين حبه المرور الله اعلم قلت له يا احمد بيه المكان ده شكله غريب جاب العساكر رفحت لقي مرحوم عمي بس حتى يعني انت اللي انشدتهم عن المكان هو مش هي طريقه يعني غير مقصوده بس حتى احمد ابنه لحد الوقت ما مش يعني هو شك مليون 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 في المية ان مش انا اللي عمل كده طب انت حاسس بتقصير من ناحيه عمك بعد ما دفنته وما بلغتش عن ان هو مثلا لقيته ميت واتدفن تقصير ازاي انا يا باشا يعني مش حاسس المفروض ان انت كنت تيجي تبلغ ما انا جيت يا باشا انا عملت اللي عليا كنيه يعني كنيه بيني وبين ربي ان انا اي اخذ مثلا اي حد من البشوات هنا وهروح المزرعه هذا هندور وكده بس هذا كل اللي حصل كل القصه خوف من احمد ولد عم ان هو كان هيجيبها في انا رسمي عشان موضوع الاثار ده اول قصه وثاني حي المعارضه في الراي يعني الارض نصها ارض حكومه لو اتبنت عليها العماره دي اول بند هيتاخد بتاع يمكن اربع خمس سجن دي ارض حكومه موضوع الاثار الثاني هياخد نص المزرعه الثانيه ده الموضوعين اللي كنا متحدينه انا وابوه فيهم لانه كان هيبوظ المزرعه اساسا. النص كاردون اثار تبع الكنيسه هيبقى او الاثار والنص الثاني هيبقى ارض حكومه ومشت المزرعه كده. انت شغال عند عمك بالك قد ايه؟ لا باش انا مش يعني مش شغل يعني ممكن يعني يوم و10 ايام مثلا او 7 ايام كنت لما بتطلب منه فلوس كان بيديك؟ لا فلوس لا باش. ليه؟ انا مرتاح الحمد لله انا. مرتاحنا يا باشا. مرتاح ماديا رسمي يعني في البلد او حتى اسال الناس اللي حوالين الفيلا عندي هو مين عمك ملهوش وريث غير احمد ابنه؟ لا طبعا يا باشا ملهوش حد يورثه تاني؟ لا في عيله اخواته كتار بنات في اسيوط وفي سينا كتار وفي عيله خالاته برضه طب انت ما بصيتش على المزرعه دي ان انت تعبت فيها وشقيت فيها ممكن بعد كده عايز ان دي تبقى حاجه ملكك؟ لا خد ازاي يا باشا ملكي؟ اخدها ازاي؟ واحد بتقول ان هو مربي واحد مع ابنه اروح انا اخد ارضه طب ازاي؟ دي على مستوى محافظه صهيب ما حصلتش اساسا. يعني حضرتك قادم مقلمها هروح اخدها من على المكتب من قدام حضرتك وامشي؟ لا هتضرب على الاقل. بس مين اللي هيضربك؟ اي حد فاشل مثلا يا باشا يعني اصلا ما فيش حاجه بتيجي يعني مباشر لازم بيجي لها ثغره او اثنين او ثلاثه. طب ما تقول لي عن الثغره او الاثنين او ثلاثه ما قلت لك يا باشا كل القصه في موضوع الاثار ده هو وموضوع العماره ده بس قال لك هتقرف مزرعه فانا عشان قاعد في المزرعه ده هي بعيد عن البلد والهوسه فكان رايي مع عمي مش هينفع موضوع الاثار ده وموضوع العماره ده فهو اتخنق مني يعني كثير وشكى مني ناس كثير وكده يعني بس هذا كل اللي حصل والله يا باشا طب انت ايه سبب ان انت مخاصم احمد ابن عمك؟ ايه سبب الخلاف حاليا اللي ولا قبل الحادثه؟ لا قبل الحادثه ما هو قبل الحادثه حضرتك القصص ده قصص الاثار ده هي وقصص العماره دي ومش عارف ايه يعني انت كنت داخل معاه في قصص اثار واختلافات؟ لا امال ايه؟ انا اتفاجئت ان هو جايب ناس غريبه حتى الناس دول جو معاه هنا المركز جو معاه المركز ايه وجه الخلاف؟ ايه اللي يخليه يختلف معاك في حاجه انت ما يعني مالكش فيها دور؟ واحد يا باشا عاوز يبقى صاحب ملايين وانا بقول له هبوظ ارضك ماشي انت ايه الضرر اللي انت بتعمله له عشان هو ما بقاش صاحب ملايين؟ يعني انت ايه العائق اللي انت بتسببه له؟ هو ابوه هيروح فين؟ ابوه هيروح فين؟ عمي ده هيروح فين؟ هيجي واخد بالك اي حد من اي مسؤول اثار واخد بالك او اي هيئه اثار هتيجي تشيل عمي ده اهو واخد بالك الراجل اللي وضعه واخد بالك هتشيله كده وهتروح المياه برا وهتاخد الاثار دي بالعافيه والارض دي كاردونها اثار بالعافيه. هنحارب حكومه؟ كده طب وعمك كان في بينه وبين احمد ابنه خلاف؟
هو بس يعني خلافاته عن قصدي بس، لكن ماديا ولا اي حاجة لا، ولا برضه مرات احمد برضه ما لهاش اي خلافات مع عمي خالص. كان بيجي يزوره؟ اه يا باشا. كل قد ايه؟ يعني كل 3 ايام اكتر حاجه كان بيجيب له اكل من صهاي، وهو برضه كان بيتصل. مين اللي كان بيراعي عمك في اكله وشربه؟ وهو عنده اكل في الثلاجه، عنده ثلاجتين تحت. يعني راجل فوق. كبير في السن عنده 75 سنة. لا باشا بيمشي حلو خالص عمي. محتاج حد يراعيه برضه؟ لا باشا ده حلو خالص عمي، ده كان بيلعب حضرتك كمال اجسام وكان جسمه حلو يعني. ده كان بيتحرك عادي وبيطلع برا وكان بيروح يجيب عيش ويسال برضه يوميا الصبح الساعه 6:30 في فرن جنب المزرعه، يوميا لازم هو يروح يجيب عيش. بس حضرتك كان بيجيب اكل. بتساعده في اي حاجه؟ لا. يعني ما كنتش بتحط له الاكل؟ لا موضوع الاكل بذاته باشا انا ما ليش فيه الصراحه خالص يعني. ممكن اروح كل مثلا 7 8 ايام اروح اقعد معاه شويه واخد بالك، يقول لي ايدي ما خلاص ما اشفع فيه، اقعد معاه شويه يعني كتسليه وبعيد عن البلد. بس انت كنت بتحبه وبتراعيه؟ مين؟ عمك. يا باشا عمي هو المربيني اكتر من ابويا. يعني كنت بتراعيه وكنت طبعا بتشوف حاجاته واي حاجه هو محتاجها انت بتجيبها له؟ ما شايفها له ابنه، انا شايفها له انا ليه؟ ما انت بتقول ابنه ما كانش بيجي له غير ما كل 3 4 ايام كل 3 ايام يا باشا بيجيب له زاد، يعني بيجيب له 3 4 كيلو لحمه، بيجيب له 4 معلبات جبنه، خد بالك كيس فيه. يعني انت كنت تعدي تقعد معاه مثلا تسليه تسهر معاه مثلا؟ مين ده يا باشا؟ عمك. طب انا هسهر يا باشا؟ هو احنا علينا دم في بلد ثاني، هروح الساعه كام عشان اسهر؟ البلد اللي احنا اللي عمي ده متشكل معاه جنبنا على طول، وهم كانوا عاوزين برضه. طب انت ايه اللي اداك فكره ان انت اول ما لقيته ميت تدفنه في المزرعه؟ ما بقول لحضرتك ان احمد يعني لو رحت لاحمد ابنه هيلبس. اكيد سلام. اكيد ليكم مدافن. فين يا باشا؟ مالكمش مدافن؟ القصه مش قصه مدافن يا باشا، قصه ازاي اثبت ان مش انا اللي تبع القصه ده. وانا ما اعرفش اساسا هو ميت ازاي. هذه القصه يعني. انا ما اعرفش هو اساسا ميت ازاي. هيروح لدكتور هيقول له ميت خنق، ميت كده. طب مين كان عنده اشهر؟ انا باشا انا اشك فشل. طب انت زي ما بتقول ان انت جيت وان انت حاولت تساعد الضباط بطريقه غير مباشره، ان انت تقول لهم على مكان الجثه. تمام؟ تمام باشا. طب انت دلوقتي مثلا لو ما كانش حد طلبك ان انت تيجي او حد يتكلم معاك، ما كنتش طبعا هتيجي تقول له على مكان الجثه فين؟ لا باشا. ما كنتش هتقول لنا، ايه السبب؟ برضه كنت انا احمد هتهمني انا برضه لو كان لي جيل بكره وبعد برضه. برضه يا باشا. طب يعني انت دلوقتي طبعا انت بتقول ان احمد في خلافات بينه وبين والده، تمام؟ بسبب الاثار وبسبب ان هو عايز يبقى معاه فلوس وعايز يورث. بس ماديا ومعنوي لا يا باشا. مادي ومعنوي؟ لا. طب يعني ايه معنوي؟ معنوي يعني مشاكل يعني نفسيه كده خاصه بالبيت كده يعني. طب ما انت في كلامك من شويه قلت ان هو عايز يورث ويبقى صاحب ملايين. يا باشا يعني عشان يورث هيموت ابوه؟ ما هي كده عشان يورث يرمي ابوه بره كده يعني. وحضرتك انت يعني وحضرتك يعني لسه بتقول مثلا ابوه راجل كبير في السن، النهارده ما فيش ست بيت بتشيل راجل في التوجل ده هو عشان تاخده تحميه او كده وكده، لكن هو كويس انه هو بيمشي، فكفايه ان احنا نسيبه في ماشي مزرعته. يعني هي دلوقتي الطريقه اللي احمد المفروض ان هو يبقى معاه بيها ملايين ان ابوه يموت، صح؟ لا ده الله اعلم يا باشا. طب امال هيبقى صاحب ملايين ازاي؟ الله اعلم، ده الرزق ده عند ربنا، الله اعلم يعني. يعني انت كنت ناوي ما تلبس احمد قضيه قتل ان هو قتل؟ لا 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 يا باشا لا لان انا واحمد يعتبر على قد كده احنا يعتبر متربيين مع بعض برضه. ومش اي حياه خاصه اي مشاكل بره خالص انا واحمد في اي شغله في اي موضوع اي خالص غير المواضيع اللي داخل المزرعه دي بس. يعني كمعيشه وقعد بس يعني. انت لما دخلت على عمك كان الوقت كان الساعه كام؟ يعني كان مع ال كان الـ يعني في الليل كده. يعني مع المغرب كده حاجه زي كده يعني. طب شفت ايه اللي حواليه؟ كان قبل ما ينام كان باين ان هو كل حاجه او اي حاجه من كده؟ لا باشا ما كانش في حاجه قدام خالص. حتى راحت المعاينه برضه ما لقوش في اي حاجه قدام خالص. فهم يعني شكوا في اي حاجه كده، خدوا حاجات كده معين برضه، فضلات اكل من الثلاجه من هنا ومن هنا مش عارف ايه، بس مش عارف ايه اللي حصل. تقرير طبيب الشرعي قال ان هو ميت مسموم. من الله والله ما عرفت من حضرتك دلوقتي. ايه؟ دلوقتي. ان التقرير مسموم. على كده. على كده. طب انت دلوقتي بتقول ان محدش بيساعده. تمام. وانت
تقرير الطبيب الشرعي جه قال ان هو مات مسموم. عادي يا باشا، معنى كده ان هو ممكن يكون حط السم لنفسه وممكن ابو افرض يا باشا اكل مركون. لا ما هو هتفرق اكل مركون من اكل مسموم. طيب ماشي، طب انا هعرف ازاي؟ ماشي، ما انت بتقول ان ما حدش كان بيساعده، انت المفروض ان انت اقرب واحد ليه. لا هو في الاكل يا باشا، انا قلت لحضرتك انا في موضوع الاكل ده انا ماليش فيه خالص، مش بساعده في اي اكل خالص، حتى في بيتي برضه زي كده. موضوع الاكل ده بالذات ما بحبش حد احط لي فيه خالص كده يعني. طب المشاكل اللي بينك وبين احمد بعد الحادثه؟ لا ولا حاجه يا باشا. ما انت من شويه قلت لي قبل ولا بعد؟ ما هي يا باشا، برضه ما تفرقش. قبل الحادثه انا ما فيش اي مشاكل غير موضوع المزرعه. احنا عرفنا قبل الحادثه، لكن بعد الحادثه حضرتك ما فيش اي حاجه خالص. وحتى انا على كده برضه هو يعني سايبها ربنا، يعني ان هو شك 100% مع تحرياته هو شخصيا ان انا برضه بريء من الموضوع ده. احمد طب ما انت من شويه قلت ان هو كان هيتهمك. يا باشا دي وضع، انا ابن عمي مهما كان في خلافات انا ممكن امحي الارض خالص، لكن ما اظلموش في حاجه زي كده. وانا واثق منه، لان ده طلع من ابوه طفل يعني. ومش كلامي انا، ده كلام كل الاربع بلاد اللي حول المزرعه يشهدوا ان اشرف محمود ده هو اللي تربى في المزرعه ده مع عمان اكثر من ابوه. هو حضرتك تحرب صحافه، تحرب مباحث، تحرب اي حاجه في اي مكان يجيب حضرتك حول المزرعه في اي بلد. حتى خصوماته اللي هم معاهم مشكله معاه اللي موت منهم واحد دول برضه، يقول لك لا ده ابن اخوه ده قاعد مع على طول، ده راجل محترم. طب احنا دلوقتي يعني من منطقي ان انت دخلت على راجل لقيته ميت، تمام؟ المفروض ان هو ميت موتة ربنا زي ما انت بتقول، تمام؟ تروح واخده دفنه. انت ليه في وقتها ما كلمتش احمد ابنه وقلت له انا الوضع كذا كذا يا باشا كذا؟ انا قلت لك لقيت والدك ميت في البيت وكنت بلغته الشرطه والشرطه جت. يا باشا ما الخلافات اللي هي بينه وبينه برضه ممكن يثبتها معايا، وفي الوقت ده هو انا ما اضمنش هو ميت من ايه؟ ده ريق عليه تار. ماشي، وراجل قاعد في جبل وحدي. راجل عليه طار، معنى كده ان هو مش هيموت مسموم؟ لا ممكن. ليه لا انت راجل صعيدي، تمام؟ ومن امتى لا باشا لا 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 التار ده باشا لا باشا التار دلوقتي بيتاخد باي حاجه. هو كان ضارب واحد بالنار. هو كان متهم فيه، بس كانت مشكله في ارضه هو برضه. كان متهم فيه ايه؟ الاخ ده هو جه خد حته تطلع 5 فن كان عايز ياخدها بالعفو، بس هو مش عارف ايه اللي حصل معاه كده، وراح الولد ده اتضرب هناك خذ بالك، فهم اتهموا عمه ده ان اتضرب في الارض تحت هو. بس فجاء عم محمد تحت كان في المركز هنا. يعني انت شكيت في وقتها انه ممكن يكون الطرف الثاني؟ اكيد يا باشا، هم اللي ضرب. اكيد. طب ليه ما سبتوش ومشيت؟ مين؟ طب ازاي اسيبه ازاي وامشي وانا العرب والناس كلها عارفه ان انا داخل عند عمي، لان انا عشان ادخل مكتب حضرتك لازم اعدي على سيف او على حيز. طب انت استنيت قد ايه وقت عشان تاخده وتشيله وتدفنه تحت؟ يعني هي بتاع ساعة أو نص ساعة. ساعة ونص ساعة. لغاية ما الناس تنام وعشان ما حدش يشوفك وأنت نازل. لا باشا في الدفن. في الدفن؟ اه. طب أنت كنت خايف من حاجة؟ أيوة طبعًا. خايف من التهمة، خايف من أي حد يشوف منظر زي كده، طبعًا واخد بالك. وأنا المشكلة لو أنا أعرف هو ميت منين والله كنت عملت كده. ماشي، ما أنت عمك ما فيش حد بيروح له، يعني أنت لو كنت سبته ومشيت. لو كان قاعد يوم او اثنين او ثلاثة ما حدش كان سأل ما فيه. ما فيش حد بيروح له. لو في حد بيروح له كنت اطمنت. على الاقل هيبقى في حد معايا مثلا يا عمي شاف الوضع ده، طب يلا نبلغ احمد اول حاجة. كده واحنا واقفين. طب ليه اول ما انت دخلت لقيته في مكانه ما طلعتش ناديت حد من الجماعة العرب اللي حواليك تقول لهم ده انا لقيته ميت كده؟ سبحان الله يا باشا. المخ حضرتك يعني انسان واحد في جبل. المخ وقف عن التفكير. اي انسان مش معرض للوقوف على التفكير. لحظة غضب أو لحظة زعل، بس لحظة غضب ولا لحظة زعل؟ أي لحظة عم. طب أنت كنت غضبان ساعتها لما؟ لا باشا، أنا راح لعمي غضبان. أروح ليه غضبان؟ ما أنا طالع من البيت عشان رحت مشي شوي، لأن ما مش بشرب أي حاجة ولا ليه قاعد على قهوة ولا أي حاجة، شغلت مقاولات وخلاص. وبرضه حضرتك اتحرى على الموضوع ده برضه. أنا أسألك سؤال أخير. اتفضل باشا، اتفضل باشا. انت مش حاسس بتأنيب ضمير من ناحية عمك وحاسس كده وانت ونايم ان روحه بتطاردك كتير؟ لا. احمد بيجي يقابلك حاليا؟ بيجي لك زيارات؟ لا طبعا. مش راجل خصم؟ ايوه يعتبر خصم. يعني انت خايف ان احمد بكره وبعد لو انت خرجت ان هو يموتك؟ لا ما اظنش. ما انت بتقول راجل خصم. مال دي يا باشا سيب بره يا باشا، انا بره دي وضع وسجن هنا وضع. السجن قانونا
ممنوع طبعا معروفه دي، ممنوع اي خصم يخش يعني انت مسيح. احمد لو جه في مره جاب لك زياره وجاب لك اكل هتخاف تاكل من الاكل ده؟ لا هاخده عادي، مش هحرجه، هاخده عادي برضه. وهتاكله؟ لا مش هاكله. ليه؟ اهو عشان ما تموتش بنفس الطريقه اللي مات بيها ابوه. ما انا باشا، طب انا يعني انا سميته عشان عشان عشان, عشان هو سمني. ما احنا ما قلناش ان انت سميته. خلاص انا بقول نفس الطريقه، هاكله هتاكله وانا ونصيب. وانت ونصيب زي ما طلبت من ربنا ان هو يقول دائما بالذنب، برضه بطلب من ربنا ان الاكل يكون في سن موله. يا باشا والله انا بقول لك انا واثق من نفسي، والله اعلم في اللي احسن. بيتي انا طبيعي مرتاح ماديا، حتى لو اتحبست ظلم. انت مرتاح ماديا دخلك ايه؟ انا دخل يا باشا انا مقاول لو ادرس اصلا في اسوان في ملايين الذهب. بيدخل لك كم شهري؟ يعني ممكن يدخل لي كل شهر بتاع يمكن 10,000 20,000 اكثر حاجه يعني. لان هناك احنا بنطلع حضرتك جرامات ذهب اللي الارض اكتشف الجديد في اسوان، وبرضه البلد كلها. ما حاولتش تشارك عمك في المزرعه؟ يا باشا انا ما فضيتش اساسا يعني، كل مخ انا في مقاولات يعني. بس يعني لما بكون جاي اجازه من اسوان مثلا اهو بروح اقعد شويه بتمشى، ماليش اي اختلاط باي حد. لما انا على كده ماليش اختلاط باي حد على كده، وخايف انه ممكن يطلع واحد يقول لك هو. ما لو انا مختلط ومعي ناس زعلان معاها كان كله هشد علي. فبقول لك يا باشا ربنا ليه نظام واحد، انا اساسا في الموضوع ده وحدي، واخد بالك، وربنا عارف الموضوع ده هو. انت حاسس بايه دلوقتي؟ ولا حاجه. ايه حاسس بيه حضرتك؟ ان انت مظلوم، ولا حاسس ان انت هنا على حق، ولا حاسس ايه؟ والله يعني ربنا على ازاي؟ دخل القلب ده ما حدش يعرف، العبد ما يعرفوش يعرف الرب. طبعا في الحالات اللي زي دي بناخد الاوصاف بتاعت الشخص المبلغ بغيابه، مواصفاته، سنه، شكله، لون بشرته، لبسه اللي خرج بيه، اخر حاجه اتشهدت بيها كان لابس ايه. بنعمل اشاره نشر بالحاجات دي كلها على مستوى الاقسام والمراكز على مستوى الجمهوريه، بحيث ان لو اي حد لقى الحاله دي بيخطر بيها ان هو اتوجدت عنده في الدايره. وطبعا بعد ما اخترنا السيد مساعد وزير الداخليه اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج، والسيد اللواء حسين حامد مدير اداره البحث الجنائي في سوهاج، طبعا امرونا على طول، وده التعليمات المستديمه يعني، ان احنا نعمل تشكيل وفريق بحث بقياده رئيس المباحث، وبننزل نفحص العلاقات واقارب الشخص المبلغ بغيابه. ولما نزلنا طبعا البلد وسالنا عن الراجل ده، لقينا ان الراجل ده معهوش غير ابن واحد اللي هو كان جه بلغ عن غيابه في الاول، وعايش لوحده في البيت، مفيش حد عايش معاه، ومعاه مزرعه خاصه بيه هو. طبعا لقينا برضو من العلاقات ان الراجل ده ملهوش حد بيهتم بيه او بيرعاه غير حد من اقاربه، اسمه اشرف احمد طايع. طبعا لما رحنا نتكلم مع اشرف ده، لان هو طبعا اكتر واحد كان ملم بعمه، واكتر واحد شايفه، واكتر واحد بيتعامل معاه، قال لنا طبعا ان هو ما يعرفش هو فين، وما يعرفش عنه اي حاجه. طبعا لما سالنا في البلد وعملنا تحريات من الناس اللي ساكنه حواليهم والناس القريبه منهم، لقينا فعلا ان اشرف ده كان اخر واحد متواجد مع الشخص المبلغ بغيابه. فاضطرنا طبعا ان احنا بنجيبه هنا وبنتكلم معاه، ومع تضييق الخناقه عليه في الكلام واجهناه باللي احنا عرفناه من البلد، وعرفنا كمان طبعا ان كان في خلافات بينه وبين عمه. طبعا لما واجهناه بالحاجات دي عرفنا ان هو كان على خلاف مع عمه بسبب فلوس، وان هو كان داخل في قصص اثار، والحاجات دي بتحتاج فلوس وبتحتاج تمويل، فهو طبعا معهوش الفلوس ان هو يعمل الحاجات دي وحده. فلما طلب طبعا الحاجه دي من عمه ما مرضيش يموله، فحصلت بينهم خلافات. فاضطر طبعا ان هو عايز فلوس ومحتاج فلوس ضروري، قام طبعا حط جاهز لعمه الاكل، لان هو طبعا اللي بيهتم بيه ورعاه، وحط له سم في الاكل،
وكان المفروض ان احمد ابنه هيقعد ياكل معاهم، وهو اشرف ده مش هياكل، يعني اللي هياكل احمد ووالده ويخلص منهم هما الاثنين، ويبقى هو المتحكم في المزرعه ومتحكم في كل حاجه، والفلوس اللي داخله داخله ليه هو. وبعد كده بقى يبدا يشوف طريقه في قصه الاثار اللي هو كان ايه كان عايزها. ضيقنا طبعا عليه خناق في الكلام لغايه ما اعترف بان هو صاحب الواقع، وان هو اللي عمل كده وهو اللي حط السم. وطلبنا منه ان هو يقول لنا على مكان الجثه، قال لنا ان هو طبعا دفنها في المزرعه، حفر لها حفره ودفنها وحده، محدش ساعده في اي حاجه. خدناه ونزلنا بيه وارشدنا على مكان الجثه، وطلعنا الجثه طبعا من مكانها وعيننا الجثه، لقينا مفيش اي اصابات ظاهريه فيها، مفيش اي حاجه، يعني هي الجثه ما فيهاش اي خدش. بس طبعا نقلنا الجثه المستشفى، وتقرير الطب الشرعي جه طبعا ان هو ايه في سم في المعده وكده عن طريق الاكل وكده. بس وعملنا تحرياتنا على هذا الكلام يعني.